أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة عن شخصية مهمة كان لها أهميتها في عصرها، ونعتقد أن أكثر الناس لا يعرفونها مع أهمية ما فعلت، لكنها غابت في مطاوي التاريخ، وما أكثر ما غاب أو غيب في مطاوي الماضي وضاعت آثاره وضاعت ذكراه. ونحن نود في هذه الحلقات أن نذكر ببعض تلك الشخصيات المهمة التي ظلمها التاريخ إذا جاز التعبير، أي الذين طويت سيرهم ونسيت مع أنها جديرة بكل تذكر واهتمام. تلك هي شخصية أمير قلعة في منطقة برواري بالا. برواري بالا منطقة تقع في شمال العمادية في إمارة بهدنان، التي حكمت صقعا مهما من كردستان الجنوبية، وكانت هذه الإمارة قد حكمت هذه الفترة، إمارة بهدنان هذه المنطقة فترة طويلة دامت نحو 6 قرون ونصف. وكان من قلاعها ومن مراكزها العسكرية المهمة قلعة تدعى قلعة قمري. قلعة قمري قلعة شماء في قمة جبل عال، وكانت مركز حكم إمارة صغيرة تابعة لإمارة بهدنان. إمارة بهدنان حقيقة هي إمارة يعني كبيرة، وفيها إمارات أخرى لها حكم ذاتي ضمن الإمارة الواحدة. يعني كانت هناك إمارة قمري، وكانت هناك إمارة الداسنية، وربما إمارات أخرى منضوية تحت لواء هذه الإمارة الكبيرة، إمارة بهدنان التي عاصمتها العمادية. وكانت قلعة قمري كما ذكرنا واحدة من أهم الإمارات في هذه الإمارة. وقلعة قمري حقيقة قلعة صغيرة، ولكنها تحكم السيطرة على منطقة مهمة من شمال بهدنان، وبالتالي تمتعت بحكم أسرة محلية عرفت باسم أسرة ملكائيزي. ملكائيزي ملكائيزي هي يعني مأخوذة من اسم الملك عزيز نسبة إلى أحد أجدادهم، وعرفت على ألسن الناس بملكائيزي. هذه الأسرة كانت تحكم مدينة العمادية قبل تأسيس إمارة بهدنان، يعني قبل أن يأتي أمراء بهدنان الأسرة التي حكمت العمادية للقرون التي تحدثنا عنها نحو 600 سنة ونصف الأخيرة، كانت أسرة ملكائيزي تحكم العمادية. ثم حدث ما يشبه الانقلاب الأبيض، يعني حينما جاء أول أمراء بهدنان وهو الملك خليل إلى هذه الإمارة، وكان لقدسيته وللاحترام الكبير الذي يتمتع به ولعراقة نسبه استقبل في مدينة العمادية، وخرج آخر أمير ملكائيزي يعني سلما دون مقاومة، واستقر في قلعة قمري. وحين ذاك أصبحت قلعة قمري تابعة للعمادية، وأصبح يعني أسرة ملكائيزي تحكم قمري تابعين للإمارة الجديدة إمارة بهدنان. هذا باختصار يعني مقدمة لما سوف نقوله عن هذه الشخصية التي وعدناكم بالحديث عنها. في عام 1750 تقريبا تولى حكم، أو قبل هذا التاريخ بقليل بسنوات، تولى حكم إمارة قمري أمير من هذه الأسرة، أسرة ملكائيزي، اسمه محمد سعيد أو سعيد بق كلائي، محمد سعيد بن كلائي. هذا الأمير تزوج من ابنة أمير بهدنان لتوثيق الأواصر، تزوج من ابنة أمير بهدنان بهرام باشا، وكان بهرام باشا أحد كبار أمراء بهدنان، وكان هذه الزيجة أو هذه المصاهرة سبباً في توثيق العلاقات بين الإمارة الصغيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وبين الإمارة الكبيرة التي مركزها العمادية. وكان من نتيجة هذه المصاهرة
أن ولد لمحمد سعيد بك هذا أمير القمري 9 من الأولاد، لا نعرف عن أكثرهم شيئا يذكر يعني، ويبدو أنهم عاشوا حياة عادية تماما، لم يتولوا حكما يعني، ولكننا نملك بعض المعلومات عن أحد أولئك الأمراء وهو اسمه سيف محمد. وسيف محمد هذا ولد سنة 1750 وابتعد عن شؤون الحكم، ويبدو أنه وجد من يعني ترف العيش ما أبعده عن شؤون الحكم والصراعات التي كانت تدور والمنافسات التي كانت تحدث بين الأمراء عادة. تفرغ للعلم والثقافة، مع أنه كان يمكنه أن يكون له شأن في مجال السياسة والحكم، ولكن نفسه عافت ذلك كله وانصرف متمتعا بما يكفله يعني حكم أسرته من حياة آمنة ورخية، وانصرف إلى العلم وإلى التأمل وإلى شؤون أخرى سنذكرها الآن. اتجه منذ بداية حياته إلى مجالات الثقافة والعلم، ولكنه لم يشأ أن يكون عالما تقليديا، يعني يدرس العلوم اللغوية والعلوم الشرعية، ويكون شأنه شأن العلماء الكثيرين الذين كانت تعج بهم بلاد كردستان ويتبوؤون مواقعهم في التدريس عادة في مدارس هذه البقعة من البلاد. الرجل أو هذا الشاب انصرف إلى مجالات أخرى، إلى التأمل، اتجه إلى مطالعة الكتب يعني خارج المنهج كما نقول اليوم، خارج المنهج الدراسي، الكتب الأدبية، الكتب الفلسفية، ثم انصرف إلى تأمل الوجود، إلى تأمل يعني الطبيعة، ولذلك برزت عنده موهبة الرسم، كان رساما تشكيليا ماهرا، أو يعني ربما انفرد بين مثقفي عصره بهذه الملكة، قليل من كان يتجه إلى الرسم وإلى الفنون التشكيلية، انصرف إلى الفنون التشكيلية، ثم انصرف إلى مراقبة حركة الطيور في السماء، كان يتأمل الطيور في السماء كيف ترتفع ثم كيف تهبط، وملكته رغبة في أن يصنع آلة يمكن له أن يعني يستقلها لتهبط به من أعلى قمة جبل قلعة قمري إلى قرية في قعر الوادي القريب، اسمها قلعة أو اسمها قرية تبالة. الطريق بين تبالة وقمة الجبل كانت طريق وعرة، جبلية وعرة، فكان يحلم أن يسلك مسلك الطيور في أن يهبط من هذه القمة إلى هذا الوادي العميق طائرا أو محلقا دون أن تمس قدمه الأرض. وبعد حين صمم ما يشبه أن يكون باراشوتا، ربما هذا أقدم باراشوت يعني استقله رجل فعلا واستخدمه في الهبوط من هذا الارتفاع الشاهق إلى قعر هذا الوادي السحيق. الباراشوت لا نملك عنه معلومات، ويبدو أنه يختلف عن الباراشوت الذي صممه دافنشي. دافنشي سبقه في تصميم باراشوت، ولكنه لم يستقله، يعني لم يستخدمه عمليا، وإنما خططه في دفتر ملاحظاته ومذكراته. أما سيف محمد هذا فصمم الباراشوت واستخدمه فعلا. تصورنا عن هذا الباراشوت أنه كان يشبه أن يكون طائرة شراعية منها إلى أن يكون باراشوتا عاديا، لأنه لو كان على النمط الذي ابتكره أو خططه دافنشي، يعني عبارة عن هرم رباعي مقلوب يمسك به الذي يعني مستخدمه من 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 أسفله ويمتلئ بالهواء، هذا يمكن أن يهبط به هبوطا عموديا شاقوليا، ولكن المسافة
كما نلحظها بين قمري وبين تبالة، هذه القرية الواقعة في أسفل الوادي، كانت المسافة هذه يعني لا تأخذ شكل زاوية قائمة، وإنما شكلا منحدرا، سفح جبل منحدر تدريجيا حتى يهبط، وبالتالي لا يمكن للباراشوت العادي أن يستفاد منه في نزول متدرج على هذا النحو. لا شك أنه كان له وسيلة للسيطرة على هذا الهبوط التدريجي بحيث لا تمس قدماه الأرض، ويمكن له أن ينحدر شيئا فشيئا بهدوء حتى يصل إلى قعر هذا الوادي. نجح سيف محمد هذا المبتكر المخترع المجهول لنا الآن، تمكن من أن يستقل هذا الجهاز أو هذا الباراشوت كما نسميه اليوم، أو ربما الطائرة الشراعية إذا أردنا وصفا أكثر دقة، لأنه كان يستطيع السيطرة على مستوى انحدارها والمركز الذي يريد أن يصل إليه. يعني تمكن من الاستفادة من خبرته ومن تأمله لحركة الطيور وغير ذلك، فابتكر هذا الجهاز واستعمله فعلا، ولم يعني يكتفي بالجانب النظري. خبر هذا الهبوط وهذه الطائرة الشراعية أو هذا الباراشوت الموجه إذا جاز التعبير ظل يتردد بين أبناء القرى المجاورة وبين معاصريه جيلا بعد جيل، حتى وصل إلى بعض المؤرخين يعني في أوائل القرن العشرين، يعني كخبر متواتر فسجله أحد المؤرخين الموصليين، وبالتالي كشف عن هذا الابتكار. ليس هذا هو الاختراع الوحيد الذي قام به هذا الفنان للخيال الطموح والمبتكر، وإنما صمم ونفذ بندقية كما وصفت في عصرها أنها بندقية هوائية تعمل بالضغط. لا نعرف كيف كان يولد هذا الضغط الذي يكفي لانطلاق رصاصة من مسافة ولها إمكانية أن تثقب قطعة خشبية بنحو ثخنها نحو سنتيمترين. لا شك أنها كانت سلاحا مهما، يعني هذا في عصر لم تكن البنادق قد تقدمت صناعتها، لأن البنادق جاء يعني تطويرها جاء لاحقا لصناعة المدافع، المدافع سبقت البندقية، البندقية فيها يعني تستلزم نوع من الخبرات والدقة في صناعتها. هذا الرجل صنع هذه البنادق ولا نعرف الطريقة التي صنعها بها، ولكنه صنعها حقيقة، ويعني كان هذا اختراعا مهما وجديدا اعتمد فيه على إمكانات إمارته، على إمكانات المنطقة المحلية والخامات المتوفرة هناك، ولا أكثر من هذا. هذا حقيقة يسجل له. أيضا من اهتمامات الأمير سيف محمد كانت الطب. المنطقة لم تكن معروفة بتقدمها في العلوم الطبية، يعني خاصة هذه القلاع الريفية كانت هي تستقدم الأطباء من المدن المجاورة، لكن يعني طبيبا يظهر من هذه القلعة النائية لا ندري أين تلقى المعرفة الطبية، أين وجد المصادر الطبية. كانت معظم المكتبات مخصصة تخصص يعني محتوياتها حقيقة كانت من الكتب الشرعية والكتب اللغوية والدينية وغير ذلك، ولكن أين وجد الكتب الطبية التي قرأها وتثقف بها وطبق ما وجده فيها حتى يصبح هذا الطبيب الذي ذاع صيته في عصره؟ كان طبيبا يعني يغير فكرتنا عن المستوى الثقافي والعلمي في تلك المناطق النائية إلى حد كبير. كان سيف محمد إذن جامع لعدد من المواهب ولعدد من العلوم. نعم، يعني ربما كانت سيرته تكشف أيضا
عن توفر المصادر العلمية في تلك القلاع النائية مما لا نعرفه اليوم. نعم كان هناك طبيب اسمه ابن نوح القمري، ربما كان من أبناء هذه القلعة هذه المنطقة، سبقه إلى تأليف كتاب في المفردات الطبية، ربما كان هذا الطبيب أو مؤلفات هذا الطبيب ربما كان لها أثر في تنشئة أطباء لاحقين، يعني كان سيف محمد هذا واحدا منهم. لا نعرف بالضبط أين وجد هذا الأمير المصادر العلمية في علم الطب، خاصة علم الطب يقتضي أن تكون مع الدراسة النظرية تطبيق عملي حتى يقرن الملاحظات السريرية بالملاحظات المستمدة من الكتب. يعني من المؤسف أننا عرفنا متى ولد سيف محمد عام 1750، ولكن المؤرخون سكتوا عن ذكر تاريخ وفاته. هذا شيء مؤسف، لأن أولئك العلماء حقيقة يظلمهم المؤرخون حينما يغفلون عن ذكر المعلومات الأساسية عنهم. تبقى نعم بعض آثارهم، ولكن تفاصيل حياتهم تبقى مجهولة إلى حد كبير. لا نعرف متى توفي سيف محمد هذا، رغم معرفتنا بالمبتكرات العجيبة التي سبق بها عصره بفترات طويلة. وكم من الآثار ما فقدناه، أين هي اللوحات الفنية التي رسمها؟ كان يخرج إلى الطبيعة ويرسم المناظر الطبيعية، وطبيعي كان هو الذي يستحضر مواد الرسم، يعني الزيت الذي يرسم به الفرشات إلى غير ذلك. كان كرسامي يعني الأوروبيين الأوائل كان يصنع مواد الرسم بيده. أين هي تلك اللوحات؟ أين هي الأشعار التي قيل أنه كان شاعر؟ ضاع كثير من هذه المعالم، وبقيت أخبار متواترة يعني تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى وصلته. الأمير سيف محمد هذا، يعني إن افتقرنا إلى بعض المعلومات المكملة لتفاصيل حياته، لكننا نعرف تماما أنه كان أميرا فذا في عصر تكالب فيه الأمراء على السلطة، سيطر على هذه القلعة أو تلك، وعلى هذه الناحية أو تلك. هذا الأمير كان متميزا حقيقة واستثنائيا في أن شؤون الحكم لم يعني تشغل اهتمامه، وإنما كان الشؤون الثقافة والفن، كان مثقفا تماما وفنانا وموسيقيا، جمع في شخصه عدد من المواهب، فضلا عن أنه كان يعني متأملا هادئا، استطاع أن يكتشف عددا من قوانين الفيزياء، يعني حين يخترع طائرة شراعية لم يكن هذا أمرا هينا، يعني وإنما كان يقتضي منه أن تكون له معرفة ببعض قوانين الفيزياء، حركة الريح والعلاقة بين ثقله هو كمستقل لهذه الآلة وأشياء أخرى لا نود أن نفصل فيها، ولكنه يعني كان يحتاج إلى أنواع من المعارف لكي يضمن لنفسه استخدام هذه الآلة، أن ينحدر انحدارا انسيابيا دون أن تمس قدمه تلك الصخور الوعرة التي يمكن أن تودي بحياته لو أنه يعني مسها أو أنه هبط بطريقة غير محسوبة. كل هذا كان يقتضي منه علما، كما أنه كان يعني مبتكرا حقيقيا وصناعيا، لأن صناعة البنادق لم تكن عملا رومانسيا، يعني بالتأكيد كان عملا يقتضي تعدين المعادن اللازمة، وكان يستلزم أيضا يعني ابتكار وسيلة لإحداث هذا الضغط الهائل الذي يكفل يعني خروج الرصاصة من ماسورة السبطانة بهذا الاندفاع لكي تثقب يعني
قطعة بعمق بثقل سنتيمترين، يعني هذا شيء مهم. وكذلك كان طبيبا معالجا مع أنه لم يكن في حاجة مادية إلى ممارسة هذه المهنة، لكنه كان علميا ولوعا بالعلم والعلم وحده. إذن ليس لنا إلا أن نعجب بسيرة هذا الأمير الذي ظل في زاوية النسيان رغم خطورة ابتكاراته ورياداته في هذه المجالات كافة، وأن نذكره ونترحم عليه، ويعني ربما تكشف لنا الأيام معلومات أخرى في وثيقة في مخطوطة تكشف لنا عن جوانب أخرى لم نصل إليها بعد. يعني نرد لهذا الرجل فضله ونعرف الأجيال بأهميته وبعظم شأنه في مجالات الفن والإبداع. ربما سنواصل الحديث عن عالم آخر من الأعلام في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.